انا سيدي بلادي هو ارتفر ديال جدي، انا وحيد وهادو ولاد العمام، نادو فرقوا بعضياتهم وقسموا بعضياتهم وخلوني ما خلوني حتى حاجه، ما عطوني حتى حاجه من الارض ديال جدي، ودال جدي هما اللي كيستغلوه دابا كيبيعوه ويشتروا فيه ويزوروا لي حتى الطلب، الا درت معارضه الطلب كيتزور، السيناتور ديالي مزوره وحقي مزور، وكيبيعوا ويشريوا يتهلاو فاميلتهم، وانا اشري السيره العربي شريتها مورغي، واش مورغي اللي غادي ندير مراتي ولادي؟ وهاد الناس هادو تزوير والتضليل العدالة والنصب والاحتيال، هاد الناس هادو كلهم النصب والاحتيال والتضليل العدالة والزور، والشهود ديالهم كلهم مزورين، وكيجيبوا الصور كيعطيهم فلسات 30 ألف فرنك اللي بالي عاطي اليوم لكل واحد، ودايرين السمسارة، واليوم قالوا لي غادي نقتلك ونشرب دمك قدام الجماعة، قالوا هالي. أنا دابا كنطلب حقي، والعدالة الملك هو اللي جاب هاد المنظمة هادي، وبلادنا غادي يصوبوه، وما كانش لنا الطرق الفدادن باش نمشي لهم، دابا التوبوغرافي دارت لنا دي غوت، ودخلنا حال داك وتبيع المنتوج ديالك، لا ريشيرش ديال الماء الجوفيه، سقا غوت ا غوت، لي زاناليز دي تيغان، لو ترافاي تو لو مود فا ترافاي، دار فينا الحكومه الملك دار فينا خير كثير، وهاد الناس هادو كيديو بلاد ديال الناس في العوينه، والفوضى في العوينه، هذا هو العنوان، فوضى في العوينه، وكاينين هنا الناس داو لهم بلادهم وما عندهم ما يقراو ما حتى حاجه، بحال دي بانغوان دايرين البيض ودخلوهم لتحت، وكيخرجوا كي من القرد ديالهم كيدخلوهم لا شالع، هادشي اللي كاين، والناس خرين هنا اللي لاباس عليهم كياكلوا لي بوفر. السلام عليكم، دار لي المشكل حماسه ديال مكاس تيتر وانت شري عمرتي غادي سكوسايا دار الوثيقه ديال الملكيه ديال الشيره اللي سنصغا ديال الورثه، المهم يضرب فينا هي السيد السيد المركات والسالي حتى كان المحافظه من بدايه واش كان السيد اللي ساكن غير داك اسمو شكي كراديس كراديس يكتا ويت راني لا انك ودي ملكي نوايات الناس ودي كلنا عمر نعمر ديال حميكيه داك يكتا ويت هذه ست ست سيان كما مش ارت زين كراس ارت مش هيدي كراس بزاف بزاف انك كما يعني كما يسكري كريفيلت السيد انا ما في ظن قال لي صافي قالت لي في سمنت في سمنت لكن من بعد واش كان بوكر توني سنتيني بوكو دون واش كان تعرض نفسه زكا غيلاد من بعد غيلاد واش كان غيلاد وغيدا لا سقاني وريق كيس ثلاثة الحال اللي حيدري يزري الشهود من بعد يزري خينا الشهود سقساح الشهود الناس تودي مالك مالك كوني تشاهد من شاهد الزور ها مالك عينيك وديتي غايد نكني راح تشاهدني شاهدات المهم غايد لي يسكرا ميديون تشاهدنا سيدي قال معقول تشاهدنا شاهدي شاهد حاك المهم ميديون خاضن خيرا اللي قايد لك اسمك الا قيس الزور بمعنى كلمه. السلام عليكم.